السلام عليكم خواتاتي، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا اليوم جولة تحويسة خارج المطبخ خارج المنزل. هنا رانا رايحين للبلون كومباني، غادي نديروا لي ماغازان نشوفوا شكاين، ورحت نجيب المابل تاعي اللي راهو جا كنت مكومونديته صافي بخاتك دو موا، ماب دو كويزين بيفي دو كويزين، دونك رحت نجيبه عيطولي. ورحنا تاني لواحد لي ماغازان هكا درنا فيهم شويه، دوك نوريكم الداخل. كونفوراما عندهم سلعة شابة، هاد بلون كومبان فيه كاع لي ماغازان هنا كاع متقابلين كاع دايرينهم كاع في بلاصة وحدة. دونك لي بغي كاين بابو كيما كنتو تشوفو، لي بغي يخرج يحوس ماذا بيه يروح لبلون كومبان، فيه بزاف لي ماغازان. وهادي حدا هادي ماشي بعاد بزاف، فيه لوكلير فيه ليدل فيه بزاف لي ماغازان. كونفوراما فوالا، هنايا قربنا الكونفوراما، نروحو ندخلو دروك الباركينغ، ندخل ريكيبيري البيفي تاعي من ستوك من غادي. ودروك دخلت هنا باش نوريكم شرم حاطين، كاين دي برومو، شيرات لي كانابي راهم برومو، كاين بزاف صوالح راهم بروموسيون. صراحة يعجبوني صوالح، عنده قش شباب. فوالا خليكم معايا، هادو لي طابل دو كويزين، لي مابل دو كويزين اوسي. راني شاري عليه شحال من حاجة كونفوراما، بصح الوقت اللي شريت عليه ما كانوش عندهم السلعة، عندهم غير هادي اللي تشوفي فيها في ليكسبوزيسيون اون ستوك، يقول لك ما كاش سور كوموند. شحال من حاجة حطيت يدي عليها قال لي سور كوموند، دونك فريمون الواحد يتقلق. وشحال تقعد لا كوموند؟ شهرين. لا طابل دو كويزين شريتها صتها تمتم هنايا، طابله صغيره بيضاء بها بكات شاز. والبوفي دو كويزين كومونديته اللي تاع دوني تاع بناتي، لقيتهم سما حاجه تلقايها وحاجه ما تلقايهاش، سا ديبون. هنا لي شومبر مفرشين كاع لي شومبر، دايرين لي ماتلا وكاع باش تشوفي الموديل، لي زارموار، لي طابل دو نوي، لي كوافوز. دونك هنايا تشوفي ديري موان 40% في هذاك لو مابل لي تات دو لي. وانتي تشوفي الاخر تاعك راني حوس على كوافوز، لقيت هادي جايه في الكري، بغيتها في النوار ولا في البلون، كري ما عنديش معاه. 151 اورو، راهي موان 40%، راهي ريدكسيون. هنايا لي شومبر، لي طابل دو نوي، ميم لي طابل دو نوي ماهمش كاينين اون ستوك. فوالا نفرشين لك وتشوفي لي ماطلا، تيستيهم تجمعي عليهم تشوفي لي ماطلا لي يعجبوك. وهنايا لي كوفر ماطلا، لي كوفرو، لي اوز دو كويت، كاع تبيهم هنا، لي دغا، المخايد، هاد الجهة كاع تاع المخايد ولي دغا وكلش اللي هو تكستيل تاع كاين موان 50 تاني تاع تاع الفراش. وهنايا لي زارموار، عجبتني هاد لا كومود، جاية تاع اللوح، واللوح فغي بوا، كاين في البلون كاين في المارون، تقيلة بصح غالية بزاف 500 كالك. هنا لي طابي دو بان، وهنا الطابيات تاني تاع سا ديبون وين ديريها، ديريها في الاول ديريها في الشومبرا كيما طلعلك، كاين تاع النجمة وكاين مدورين. هادو ملقيتش البخي تاعهم، مانيش عارفة وين يحطو لي بخي. هنايا لي طابي، هاد الجهة قاع طابيات كيما راكم تشوفو فيها، طابيات تاع بكري وتاع دروك هادو لي راهم ألا مود. هذا 89 اورو، هاد لو روج شباب. هنا لي ديسوندلي وهادوك لي طابيات دوك الصغار تاع لي شومبر كاع يحطوهم عند الباب، دونك هادو كاع طابيات. هادو لي بوف، منهم بوف منه تخزني فيه صوالح، طبقي فيه لي دغا ولا ديري فيه كاش حاجه ولا. طابيات تاع لي شومبر في شابين تاني. هنا المخايط درت غير دوره خفيفه جوست باش نوري لكم غير شويه شويه، المخايط تاع كانابيات وكاع هنا بلوزيغ موديل بلوزيغ كولور اللي بغيتيها. لا ديكو تاع لي بلونت، فوالا
هنا دي فوا يديرو دي بروموسيون، يحطوهم تحت في واحد السله، تلقاي سله فيها لي بروموسيون. وهنا الماعين، الكيسان، لي بلا تاع الكوزينه. المواعين هنا حنا نتا كي ندخلوا المواعين لازم كاع نشوفوهم وكاع نفيريفوهم، حوجي شكون كيفي يهبلوا المواعين، يهبلوا المواعين كاينين في الدار حتى ما وصلنا وين نديروهم. ومي تخرجي هكا لي ماغازون وتشوفي دي موديل شابين يغيروك، والله غير يغيروا. حنا العرب غير شري ودسي، شري ودسي حتى الخزنه تتعمر، ما تسيبيش وين تحطي. لا غالب حنا نتا كاع كيما هكا نقول مهووسين على المواعين. هاد الغيون تاع المواعين هنا، لي بواط تاع القهوة تاع السكر تاع لاتاي، عندهم لي بواط شابين تاني هنا، الكيسان، لي كوفخي تاع الطباسة، لي سيت دو طابل. حوست على دوك مدورين كيما تاع اكسيون، ما لقيتهم. شو في اكسيون كي نروح نحوس ما نلقاش، بغيت لي سيت دو طابل هاكا روج جايين غون، ما لقيتش لي غون، كاين غير لي ريكتونغولار. بغيتهم في الغون هادو تاع التيسيو، انا بغيتهم شويه اون بلاستيك كيما هذا، بصح ما عجبونيش كون جاو مدورين غايه، اني يعني بغيتهم مدورين. في اكسيون اشاك فوا نروح هنا ما نلقاش، يكونوا رفدوهم هادو. حتى بغيت كاع نديهم، بعد خممت قلت نو اني بغيتهم غون مدورين، عاود تخليتهم. ما كاينش المدورين، كاين غير ريكتونغولار. وهنا لي كوفري تاع الطباسه كاع يجي سيري كاع تاع الطباسه من الكبير للصغير. هنا المقالي، الكاسرونات، الطواجين هادو تقال، وهنا كيما هكا. حوست على قدره وكسكاس لاني بغيتها، ما صدتش هنايا بالك في الحواني تاع العرب، خاصني قدره وكسكاس. وهنا لا ديكو كيما راكم تشوفوا، لا ديكوراسيون جينا على نفعه كي دايره. يا لطيف، هادي شكون يديها ويزوقها في داره؟ حواجه شكون ينجم يزوقها في داره؟ نفعه تدي زاوج، تدي سبحان الله قط، تدي بيروكي، النفعه اش ديري بها؟ يعطوها لي باطل والله ما نديها. شوفوا الزواوج كي شابين، عجبوني هاد الاناناسات الصغيرين، ديت وحده في الارجون يديروا 3 أورو 2.99 أورو. وهنا رانا في الخرجه، رانا راجعين للدار، دوك نوصل للدار ونوريكم اش شريت. دونك من كونفوراما تاع بلان كومباني شريت هاد السرابيط تاع الكوزينه، يجو 3 ب 4 أورو اي كالك، المهم ماشي لحقا 5 أورو شريت. باش نحلهم معاكم، مازال ما حليتهمش. لي طوخشون تاع الكوزينه مليحه تغطي بهم الخبز كي يخمر ولا فوالا كبار. دوك نوريكم كيفاش دايرين، هادو هما شوفوا كبار، كاين هكا، كاين لي جايه كاع حمراء، كاين لي فيه الابيض. فوالا فيهم لي كولور، كاين في البلو في الفيغ شيرات. دونك كاينين 3 كيما راكم تشوفوا، 3 تاع لي طوخشون، ميم با 5 أورو، تما 4 أورو قيلا 65 ولا حاجه كيما هاك، فوا 3 فيهم 50، فوا 70 فيهم 3 تاع السرابيط كبار. وشريت تاني من كونفوراما هاد الاناناسه هادي تاع ديكوراسيون، عجبتني شابه، دير 2.99 هادي، كاين في النوار وكاين في هادي. دو فاصون دوك تشوفو في لا فيديو راهي كاينه. وشريت هاد الشمع، انا مضروبه على الشمع، ماغازان لي روح له نصيف فيه شمع بارفومي لازم نشري. شريت هادي تاع لي فخوي روج، دير جوخوا 1.39 أورو ولا 1.69 أورو، المهم 1 أورو كيك شريت، ماشي لحقا 2 أورو، والله ماني عاقله على البري. وشريت هادي فاني تاني، ريحتها تهبل، فيزوج فيزوج كي فاني كي لي فخوي روج، ريحتهم والله لا اش نقولكم، ريحتهم عالم ملاحه، كتش عليهم في الدار يبدلوا ريحه تاع الدار وكاع. وشري تاني مازال ما وريتلكمش وحده ماغازا تاني راه في لا روي داكس يبيع، ما كملتش هذا المطرك تاع خاصني في الشومبره تاع ولدي، مازال ما درتش ليزار، يعني بلاصيت كاع في لي شومبر، بلاصيت في الصالون بصح في الشومبره تاع ولدي مازال. دونك هذا يدير 8.90 أورو من كونفوراما، هذا في كونفوراما يدير 8.90 أورو. دونك هادو هما المشتريات تاعي الشيرات تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكونوا يعجبوكم.
ما تنساونيش اللي مشي مشترك يدير لي ابوني، يشترك يفعل زر الجرس، وما تنساوش ديروا لي لايك 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 لايك، ما تنساونيش بلي لايك، راهم لي لايك شويه قلال. دونك نقول لكم الى عجبكم مشترياتي خلوا لي كومونتير شباب، وتبقاو على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. هنا شريت باغي ندير صفه تاع الطعام بالجلبان والبيض وزيت الزيتون. هذه الوصفه رائعه رائعه بالبزاف، ان شاء الله تجربوها البنات. هذه الوصفه على ما اظن جلجليه، دونك قبائليه الاصل، كانت نديرها مرت خالي بكري وكنت انا صغيره وذقتها عندها وعجبني. من ذاك الوقت راني نديره مره مره، كي نتوحشه نديره. دونك عندي هنايا كسكس داري من النوعيه المتوسطه مويا، نروح نشله تحت السباله كما راكم تشوفوا ونقطره من الماء. نجيب الكسكاس تاعي ونديره يقطر. نشل الكسكاس تاعي، وهذا الكسكاس راه يده دارت لي، راه عندي درت به الدار هذا الكسكاس قدره، وكسكاس راه عندي في 15 دونك من 2005 ملي درت الدار راه عندي هذا القدره وكسكاس. راني باغي نبدلها ان شاء الله هذه الايام، تحوس على كاش قدره وكسكاس شابه، مازال ما طحتش في الموديل اللي باغياتو. دونك نديرها في كسكاس ونخليه يكثر، وكي نشريها ان شاء الله نوريها لكم ونقول لكم لو بري شحال. نجيب القصعه تاعي بعد ما كثر الطعام تاعي، نفرغها في القصعه ونلمها كاع ونخليها على جهه يشرب، ونروح نوجد الخطوات الاخرين. راهو بنين بالبزاف هذا هذه السفه، خير ملي نديروها غير هكا سفه وحدها بالرايب، وغادي نرافقها مع داك الرايب اللي صنعته في الدار. وهذا الفيديو شريت راه عندي قديم، هذا راه عنده اليوم عنده بالك 5 ايام ولا 6، دونك كنت مريزيرفيا لي فيديو، ومره مره راني ندير لكم ندير لهم مونتاج ونرسلهم في اليوتيوب. دونك هنا بعد ما نشف مليح الطعام درت له شويه تاع زيت الزيتون، مع انه هذا الطعام الاصل تاعو غير بزيت الزيتون، درت شويه تاع زيت الزيتون. راني نحل في دوك الحبات اللي راهم كما راكم تشوفوا راهم متحجرين، نحلهم كاع مليح، والقدره تاعي راهي فوق النار راهي تغلي، ونديرها يفور. فوالا بعد ما حليتها مليح ما خليش كاع دوك الحبات متحجرين، بزيت الزيتون كاع نحلهم غايه. نجيب الكسكاس تاعي ونبدا نعمر في الطعام. ندير الكسكاس دروك فوق القدره يفور، او المغلى عندي ها ولا الكسكاس راهو ديجا الطعام تاعنا يفور. راني دايره البيض على جهه يغلي، وعندي الجلبان كونجلي هذاك سورجلي اللي تباع في لي ماغازان كونجلي، ولا كان تاع البلاد علامه. بعد ما فار لي الطعام ندير شويه تاع الملح، هنا كثرت نقصت شويه، ونفرغ عليه الماء ما حامي، ماشي حامي يزلط ومشي بارد، دافي بصح رايح للحامي. نفرغ بهاد الكاسرونه صغيره قد 3 ولا كيما هكا يكفو، قد ما نحس الطعام تاعي شرب غايه هكا، باش يجينا الطعام سفه يجي رطب، على شغل يجي رطب وطري ما يجيش ناشف. بعد ما قطرت الكسكاس تاعي مليح مليح قلبته في القسعه، وراني نحل فيه دروك او حامي، نعاود نخليه يتشرب، تم بعد نزيد له التفويره الزوجه ديجا هكا وراهو بدا يطرى. من جهه اخرى ندير الجلبان تاعي فور، ونروح نقي البيض. راني دايره 10 حبات تاع بيض، دوك تشوفوا البيض كيفاش ندير له الشيرات. نقي البيض تاعي ومن بعد نزيد فور التفويره الزوجه، يعجبني بزاف هذا الطعام. هنايا الطعام تاعي راني فورته تفويره الزوجه،
هذه الزوجة والتالية ديجا راهو طري وراهو واجد. دروك ندير فيها انا شوية تاع الدهان، ندير شوية تاع الدهان هو نورمالمون غير بزيت الزيتون، باسكو انا زيت الزيتون راكم عارفين تاع فرنسا مش كيما تاع البلاد، تاع البلاد الحرة هذيك تجي بنينة بزاف، هذيك تكون عندكم ديروها غير وحدها، سي با لا بان ديروا الدهان. ولا الجلبان تاعي بعد ما فار وطرى درته فوقه كيما راكم تشوفوا، درت الدهان والجلبان فاير، ولكن الجلبان تاع البلاد من الاحسن من الاحسن، يعطي واحد البنه الشيرات روعه. حنا تاعنا هذا تاع فرنسا والله ما بنين صامط، وسيرتو زادين كاتلينه بالكونجيلاتور، كتلوه بالبرود ما شحال من عامره في الساشي تما مكونجلي. معليش هكا وكما قالك نقلعوا الحار تاعنا ونديروا لي غوسات اللي يبغيهم قلبنا، مي لا غالب نتوما كون في البلاد الشيرات ولا غير بروفيتو في الجلبان وكاع علامات على البلاد بنين. دونك نجيب البيض تاعي نبدا نرابي فيه كيما هكا، انا نبغيه مرابي كالي غير فتح بيديه ولا تقطعه بالخدمي ولا، بصح انا نبغيه غابي باش يجي كاع باختو، يجي مخلط مع الحبات تاع الطعام. نرابي تا 6 حبات تاع بيض، وهنا زيت الزيتون اللي عندي ندير هكا 3 مغارف كبار ولا على حسب الذوق، معنا دايرين فيه الدهان، ونبدا نخلط فيه وندوب في الدهان وندخل في داك الجلبان والبيض وكاع. دونك هذا هو الحشا تاعنا راني وجدته، وخليت حبات بيض للتزيين. ها هو لا راني مسربيه لولادي، والزلافه هذه لينا انا وماما، هذه تاع راجلي. هذا هو الطعام يجي بنين بزيت الزيتون، شان نحكي لكم شيرات شهيتكم في الجنه ان شاء الله، وان شاء الله تجربوه. كان عندي الدلاع وهذا هو الرايب شيرات اللي كنا خدمناه مع بعض، كنت خليته يومين باش يتخمر، بعد يومين لقيته الصباح كيما هكا دخلته في الفريجيدار. يفو با تزيدي تخليه الثالث جوغ برا يولي يخسر لك. دونك الدوزيام جوغ لو ماتان كي نوض تا 8 درته ديراكتومون في الفريجيدار، برد وفي الليل رانا درنا به الطعام كيما راكم تشوفوا، جا ثقيل جا كل الفرماج والبنه ما نحكي لكمش. وهنا في فرنسا سي ديفيسيل باش تروبي الرايب، الحليب كاين حليب اللي ما يروبش، دونك هذا الباكي الاحمر هو اللي يروب. نقول لكم ما تنساونيش بلايك وتهلاو في روحكم.